السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى كل المعجبين والمتابعين لقناة دكتور أشرف الصياد، الزراعة المنزلية فن وجمال. النهاردة مع نبات جديد وجميل، هو نبات البونسيان. يعني إيه شجرة البونسيان؟ هي شجرة البونسيان دي تزرع في الحدائق العامة وعلى الطرق وفي النوادي والمنتزهات، وذات ألوان حمراء وصفراء جميلة. طيب ازاي يتم عملية اكسار شجرة البونسيان؟ النهاردة حضرت لكم بعض قرون شجرة البونسيان وبها البذور، تحتوي على عدد كبير من البذور، وهذه هي شكل البذور، شكل البذور شجرة البونسيان. وهذه بعض النباتات التي تم زراعتها بشهر مايو الماضي، منذ ما يقرب تقريبا من 4 شهور وقد خرجت إلى الحياة بشكلها الجميل. طيب أنا عشان أزرع شجرة البونسيان دي بعمل إيه؟ بحصل على القرون دي من أي شجرة أخرى، ثم أقوم بإحضار سكين واستخراج البذور من داخل هذه القرون، هكذا بحرص هكذا. هذه هي شكل البذور شجرة البونسيان. إن شاء الله بكل بذرة من هذه البذور سوف تنتج نبات جديد جميل إن شاء الله. هذه البذور كيفية زراعتها؟ تزرع هذه البذور في فترتين، إما بشهر مايو كهذه النباتات أو بشهر سبتمبر اللي إحنا موجودين فيه دلوقتي، وهنشوف طريقة زراعة هذه البذور. لكي نقوم بعملية زراعة هذه البذور نقوم بإحضار أكواب بلاستيك كهذه بها تربة مناسبة، ثم نقوم بسقيها. حتى خروج الماء من فتحات الصدر، ثم نضع أحد البذور بها هكذا، نضغط عليها ضغطة خفيفة، ثم نضع طبقة من التربة خفيفة فوقها. وهذه وهذا مثال آخر نقوم بسقيه. حتى خروج الماء من فتحات الصدر، ثم نضع هذه البذرة هكذا ونقوم بتغطيتها بطبقة خفيفة من التربة. وهذا مثال آخر نقوم بسقيه. طريقة سهلة وبسيطة، وإن شاء الله بتنتج لنا شجرة بونسيان جميلة. ثم نضع البذرة هكذا ونقوم بتغطيتها بطبقة خفيفة من التربة. طيب الحاجات دي هوديها فين بعد من كده لكي ينمو النبات؟ بتوضع هذه الأكواب بمكان ظليل حتى عملية الإنبات التي تستغرق من 10 أيام إلى 20 يوما. وإن شاء الله هنصحبكم في فيديو داخل المزرعة لكي نرى هذه النباتات الجميلة والشتلات التي تم زراعتها بشهر مايو. سوف نصحب الكاميرا لزيارة هذا المكان ولتتبع الجمال والروعة لنبات البونسيان. زي ما وعدناكم بجولة لنبات البونسيان الذي تم زراعته بشهر مايو الماضي، أي منذ ما يقرب من 4 شهور. وتعلمنا في بداية الفيديو كيفية الحصول على البذور من القرون، البذور التي نضجت بالعام الماضي وكيفية زراعتها. بنشوف دلوقتي الزراعات أو الشتلات اللي نمت عندنا وتم زراعتها بشهر مايو الماضي، أي منذ ما يقرب من 4 شهور. هذه النموات وهذه الشتلات الجميلة تم زراعتها في شهر مايو الماضي، وقد أصبحت الآن بنموات جميلة وواضحة لنبات البونسيان الجميل، مع وعد بفيديوهات أخرى لنبات آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.